السلام عليكم شباب. هاي الغسالة ماركة سميك، ماركة سميك هاي 11 كيلو. هاي ال 11 كيلو بيها برامج كثيرة جدا. اليوم راح نحكي عن طريقة تركيب الغسالة وليس التشغيل، طريقة التركيب. طريقة التركيب من نخليها بالمكان اللي نريد ننصبها بيها تحتاج إلى أن تكون عدلة. يعني شنو قصدي؟ يعني لا مايلة يمين ولا مايلة يسار، ولا راجعة للخلف ولا متقدمة للأمام، تكون عدلة بطريقة القبان احنا نسميها وتوازنة. السبب انه اذا ما قعدت عدلة راح تصير بيها رجفة ويطلع بيها صوت معين، فلازم نوازنها تماما. هاي بالنسبة للعدالة مالتها. هسه راح نروح للخلف حتى نشوف طريقة التنصيب. طبعا تحتاج الى بس مي داخل، ان ما يحتاج الى اثنين حار وبارد، بس يدخل لها مدخل واحد والصوندة موجودة بالكارتونة. هاي الشغلة الاولى. والتصريف يصير على شكل حرف يو بالمقلوب، مثل بالحرف اليو بالمقلوب حتى ينزل التصريف. طبعا بالكرتونه راح اشوفكم بعد شويه شلون يجي طريقه اليو شيب. هنا اكو براغي، هاي البراغي اللي هي تثبيت الماطور، هاي لازم تنشال اجبارا، يعني مو اختياري، اجبارا تنشال بعد التنصيب، لان هاي بالنقل ايش قد ما احرك الغساله اني هسه ما يتحرك الماطور، ثابت من خلال هاي البراغي. من اوصل وانصبها لازم اشيل هاي البراغي حتى تشتغل بطريقه صحيحه. وراح افتح لكم هنا الداخل مالتها، هذا الداخل فتحت لكم اياه حتى اشوفكم شلون يجي وياها كل الاشياء اللي تحتاجها بالتنصيب. يعني انت من تريد تنصب الغساله ما راح تحتاج الى اشياء اضافيه، لان كل شيء موجود. وهذا ايضا اليو شيب اللي حكينا عليه قبل شويه، واللي تقعد بيه صوندة التصريف تكون موندي درين. وشكرا جزيلا لكم.